السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الطاجين ديال البيلبيل او ديال الكروفيت زوين. فاول حاجه كناخذ الطواجن ديالي وكندير فيه شويه الزيت، الثومه، شويه السودانيه بصح. نقلي الثومه والفلفله ديالي مزيان حتى يطلق ليا لوغو مزيان في الثومه. اين فوا الثومه تبدا تحمر نزيد البرون ديالي او الكروفيت، نزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر. نقليهم مزيان، ناخذ مطيشه محكوكه ونزيد عليها واحد المعلقه ديال الحك د مطيشه ونخلطها مزيان ونزيدها من فوق الطويجن ديالي. نغطي الطويجن ديالي ونخليه يطيب لمده 5 حتى 6 دقائق على نار مهيله. طاب لي الطويجن ديالي على هذا الشكل هذا، كناخذ شويه ديال الحبق وكنديرو فوق منه. بعد ما كيطيب لي الطويجن ديالي على هذه الطريقه وكينشف شويه، كنزيد له شويه ديال الحبق من الفوق. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه وبسم الله.